هتفهم منها ايه؟ ان الشاعر هنا بيقول ان مصر هي ام الدنيا وعلينا ان نثبت غيرنا ونثبت كل العالم كله. طب هنقدر ان احنا نثبت ونغلب العالم كله ازاي؟ عن طريق اعاده امجادنا وتاريخنا العقيق العريق، تاريخ مصر اللي من الاف السنين اللي بيشيد بحضاره مصر اللي هي مهد الحضارات وام العلوم وام الفنون اللي خدناها قبل كده. طيب علشان نقدر ان احنا نعمل على تقدم ورفعه الوطن ونجعله يثبت غيره من كل دول العالم ويثبت كل الشعوب، هنعمل ده ازاي؟ ان احنا بنقوي وندعم وطننا ونعمل على رفعته وتقدمه باهم حاجه بالحق والعدل دون الظلم، دون ان نجور على حقوق الغير. كمان هيبقى اهم حاجه ان احنا بنحقق كل ده بالاخلاق الحميده، وبنعمل على رفعه وتقدم الوطن ايضا عن طريق ايه؟ بجهودنا دايما بالسعي الدائم والجهود المستمره. واحنا بنعمل كل ده بنكون تحت رعايه الله سبحانه وتعالى، لان مصر ارض جنانه الله في الارض. يبقى لازم ان احنا نعمل على تقدم وتطور الوطن، نعمل على رفعته وتقدمه وتطوره، نعمل على ان نزينه ونجمله ونحسنه، كل ده بالمساعي او بالجهود